عايزين نتكلم طبعا على طول كده عن مباراة الزمالك امبارح والوداد، وشفت اللقاء ده ازاي؟ طيب انت داخل على يعني حاجه، حاله عدم رضا من الاول كده ده طبيعي. بالتاكيد. اولا المباراه امبارح كانت صدمه للجماهير، مش صدمه للفوز والهزيمه، لان اي فريق معرض للفوز والهزيمه طالما بيلعب كوره او طالما بيمارس الرياضه، ولكن الصدمه للجماهير هي من مستوى اللاعبين اللي بيرتدوا فانيله نادي الزمالك، اللي هم مش عارفين قيمة نادي الزمالك. هناك لاعبين كتير كانوا مشتتين، هناك لاعبين كتير كانوا بيلعبوا غير مقنعين لا للجماهيرهم ولا للنقاد. للأسف أنا شايف إن في حالة لا مبالاة موجودة في الفريق، لابد من وقفة، ولابد من، أنا طالب بالفعل، أطالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إن هو ما يستخدمش المسكنات ولكن يستخدم العملية الجراحية. الجراحة هي أفضل وأقصر الطرق لعلاج أي أمراض. فريق الزمالك مش من المباراة، المسألة مش مسألة مباراة الزمالك والوداد، ولكن من فترة سابقة لابد إن الفريق ده محتاج علاج نهائي أو جراحة عشان يرجع لسابق عهده، يرجع ان هو يكون جدير بارتداء وانتماء لنادي الزمالك. نادي الزمالك نادي بطولات، لا يستحق من اللعيبه ان هم يبقوا بالتهاون واللامبالاه وعدم الاكتراث. يا جماعه ده اللي بيفقد ثقه الجمهور، بيفقد حياته الكرويه. أعتقد يعني دي من أكبر المشاكل اللي حصلت امبارح، بالتأكيد، الفجوة اللي لأن ما بين اللعيبة دلوقتي والجمهور. أنا من عادتي إن أنا بحضر مع المباريات دي مع الناس، مش حضرها لوحدي، في مقاهي، في عندي أصدقاء، في تجمعات يعني، والتجمعات أغلبها بيكون تجمعات زملكاوية أو حسب سير المباراة اللي بتبقى موجودة. أنا شفت حالة عدم رضا مش من نتيجة المباراة، والله العظيم نتيجة المباراة الناس مقتنعة بأن دي كرة قدم، تحتمل الفوز تحتمل الهزيمة، أنت على أرضك وسط جمهورك يعني، ولكن في حالة لا مبالاة للعيب من اللعيب، حالة عدم اكتراث فوز هزيمة مش مشكلة، حالة عدم وعي لما يرتديه اللاعب من رمز يعتبر من أكبر الرموز الكروية، مش في مصر بس ولكن في أفريقيا.